فيروس كورونا هدد أرواح بشر ومناسبات عالمية ووصل تأثيره للتعليم وأيضاً لسوق العمل. فالشيء اللي حلمنا فيه يوم من الأيام وهو أنه تطلب منا الشركة أنه نعمل من منازلنا اتحقق، ولكن للأسف في ظروف سيئة، حيث كشف استطلاع أجرته شركة جلف تالنت المتخصصة بالوظائف ودراسة سوق العمل، وشمل الاستطلاع 1600 شركة من دول مجلس التعاون الخليجي، كشف عن أنه مع انتشار فيروس كورونا في أنحاء مختلفة من العالم، فإن ثلث مديري الشركات في الخليج بدأوا التخطيط لتوجيه نصف موظفيهم للعمل من المنزل. طيب خلوني أستعرض بعض نتائج الاستطلاع بالأرقام على السريع. 35% هي نسبة إمكانية طلب عدد من الشركات في الخليج من موظفيها العمل من المنزل، وكمان هناك 6% بدأوا فعليا خطط العمل من المنزل تفاديا لانتشار كورونا، إلا أنه 54% من المشاركين في الاستطلاع قالوا أنه ليس لديهم خطط عمل عن بعد حتى الآن. احنا بدورنا في تفاعلكم وعبر حسابنا على تويتر حبينا نطرح عليكم نفس سؤال الاستطلاع، وهو انه في ظل تفشي فيروس كورونا هل تفضل العمل من المنزل؟ الاجابات جاءت كالتالي: 58% قالوا نعم بيفضلوا العمل من المنزل، اما 17% فقالوا لا، أما البقية اللي هي 25% فقالوا إنه طبيعة عملهم من الأساس ما بتسمح لهم بهذا الخيار.